كابتن علاء، ألف مبروك، 3 نقاط مستحقة، فوز غالي. 3 نقاط مهمين جدا، خطوة كبيرة أوي على الاحتفاظ ب أو رجوع بقى إن شاء الله درع الدوري بإذن الله رب العالمين. للنادي الأهلي تاني. هو ده العنوان، وعنوان بقى تاني دي مباراة قال عليها تكسب ولا تلعب، لأن النهاردة لو هتتكلم على الكورة لا مفيش كورة، لكن أنت كسبتها وده الأهم. هو ده يعني إيه ده عنوان كده عشان نخلص المباراة النهاردة، إنك النهاردة تكسب. أنت كان مهم النهاردة 3 نقاط بغض النظر على مين المنافس، اللي انت بتفكر في ايه الفتره القادمه، عندك المباراه القادمه الرجاء، فانت كنت تحب تبقى توصل الرجاء بمكسب، يجي ازاي يا ايمن مش فارق معايا، لكن مكسب ب3 نقاط يعني خلاك ايه، شلت من دماغك بطوله مهمه جدا بالنسبه لك، فانت الحمد لله قطعت شوط كبير جدا 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 فيها، فتروح سايبها على جنب الحمد لله 3 نقاط وتبدا تفكر في الاهم، الاهم مباراه الرجاء. لان الكلام على المباراه دي فنيا فيها كتير، ما مش شايف فيها فنيات خالص يعني بجد، بعيده كل بعد عن الفنيات، لكن الحمد لله كسبتها. ما حصلش عليك اللي حصل في فاركو. فاركو كنا لقينا شويه الشوط الثاني كلنا في الاستوديو هنا، كان بس بلال ما كانش موجود، انك بدايه الشوط الثاني كنت في كام كره خطر لولا تالق الشناوي اللي النهارده عليه لوم كبير جدا، ولما يجي له هتكلم على الموضوع اللي عمله، كنا هنخش في مشكله مع ماتش فاركو. النهارده لا، النهارده لعبت